اهلا بكم وكل التحية لحضرتكم. يا للعجب، هل تستطيع رمال الصحراء ان تهاجر حقا؟ نعم تستطيع، بل والاغرب من ذلك انها قادرة على الانتقال من قارة الى اخرى، وهذا ما حدث بالفعل لرمال الشمال الافريقي. لقد تمكنت كميات هائلة من رمال الصحراء الكبرى من عبور المحيط الاطلسي والوصول مؤخرا الى القارة الامريكية. أكدت ذلك وكالة الفضاء الأمريكية ناسا من خلال صور التقطتها أقمار الرصد التابعة لها. إنه شيء لا يصدق حقا. والسؤال، هل هجرة هذه الرمال من القارة الإفريقية إلى القارة الأمريكية ذات أهمية؟ نعم، لها أهمية كبيرة جدا، وهذا ما سنكشف عنه في تقريرنا الحصري. هيا بنا إلى التفاصيل. في ظاهرة غريبة وعجيبة تشكلت دوامات من الغبار شمال الصحراء الكبرى، وبفعل حركة الرياح في قلب هذه الدوامات بدأ هذا الغبار يسحب كميات كبيرة من الرمال ويحتضنها على هيئة أعمدة هائلة تتصاعد في الفضاء، ثم تتحول إلى سحابة غبارية كثيفة لتبدأ رحلة الهجرة عبر الأطلسي في مشهد مهيب يصعب وصفه. وسبحان الله الذي سخر الرياح لتجري بأمره، إنه صنع الله الذي أتقن كل شيء. لقد قطعت هذه الرمال آلاف الأميال فوق المحيط الأطلسي لتسقط في النهاية بالولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا ولايتي فلوريدا وتكساس، وكذا في جزر الأنتيل الصغرى وبورتوريكو بمنطقة البحر الكاريبي. لقد تتبعت سلسلة أقمار الرصد أكوا التابعة لناسا تفاصيل هذه الهجرة الطويلة باستخدام تقنية مقياس طيف التصوير ذو الدقة المعتدلة. ولم تكن ناسا وحدها التي رصدت، بل قامت هيئة كوبرنيكوس لمراقبة الغلاف الجوي التابعة للاتحاد الأوروبي بالرصد والتتبع أيضا. جدير بالإشارة أن هذه ليست الهجرة الأولى لرمال الصحراء الكبرى التي تعبر المحيط الأطلسي، بل سبقتها هجرات أخرى عديدة، ولكن على فترات زمنية بتدبير من السميع العليم الذي إذا قال للشيء كن فيكون. وبحسب نتائج أبحاث ودراسات علمية حديثة وما أورده موقع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، فإن هجرة هذه الرمال ليست بلا جدوى أو هباء منثورا كما يظن البعض، بل لها أهمية كبرى يمكن إبرازها في الآتي. أولا، تبين أن الكم الهائل من الرمال المهاجرة والذي يتجاوز 180 مليون طنا يؤدي دورا مهما في تشكيل المنظومة المناخية لكوكب الأرض، حيث أن أعمدة الغبار الرملي تمتص أثناء انتقالها عبر الهواء ضوء الشمس ثم تعكسه، وهذا له تأثير مهم في التنظيم الحراري العام للكوكب، كما أنها السبب الرئيسي في تكون ما يعرف بظاهرة غروب الشمس الدرامي التي تشهدها ولايتي فلوريدا وتكساس وشرق منطقة البحر الكاريبي عموما خلال فصلي الصيف والخريف. ثانيا، أكد غير واحد من العلماء أن الرمال المهاجرة من الصحراء الإفريقية الكبرى والعابرة للأطلسي تلعب دورا حيويا في نظام التغذية لمعظم نباتات غابة الأمازون، والتي تشكل كتلة خضراء كثيفة من الأدغال الرطبة تغطي الشمال الشرقي من القارة الأمريكية الجنوبية. يقول بروفيسور هونج بين يو، عالم المناخ والغلاف الجوي بجامعة ماريلاند وأحد أبرز الباحثين بمركز غودارد الفضائي التابع لناسا، إن رحلة الرمال القارية ذات أهمية بالغة، وذلك لما تحتويه هذه الرمال من غبار صخري معدني مصدره بحيرات ووديان قديمة. ويتألف هذا الغبار أساسا من كائنات عضوية مجهرية ميتة غنية بعنصر الفسفور الداعم الرئيسي لنمو النباتات والذي تفتقر إليه غابة الأمازون المطيرة. ويضيف هونج إن كمية الفسفور التي تصل إلى تربة الأمازون
من الصحراء الكبرى متوسطها السنوي يقدر بنحو 22 ألف طن، يتم توزيعها لتخصيب التربة على نحو عادل وبطريقة ارتشاح بطيئة أغرب من الخيال ودون أي تدخل بشري، وذلك بفعل حركة الرياح المسيرة وجريان مياه الأمطار نحو الجداول والأنهار، ومن ثم تتسرب جزيئات عنصر الفوسفور في عموم حوض الأمازون. وسبحان من له الأمر والفضل والرازق لكل مخلوقاته مهما صغرت أو بعدت. نرحب بتعليقات مشاهدينا الكرام، ونأمل أن تتسم التعليقات بالآراء الجادة التي تحظى منا بكل تقدير واحترام، ولا تنسوا الدعم والاشتراك في القناة.